يا ريت تسمع الحديث الحكي الرئيس الأسد. لا لا سمعته يا حبيبي. سمعته؟ سمعته. نعم. شو سمعت سمعته فيه؟ شو سمعته فيه؟ ولكن أنا ما بصدقه. لمين؟ لا بشار الأسد. ما بتصدق بشار لا الأسد؟ لا ما بصدقه ما بصدقه. لك ليش انت مينك لحتى ما تصدق الرئيس الاسد؟ شريف حافظ على هدوء. انا محافظ على هدوء بس عيب عليك انت عم تقول ليش تستصعب. لا عيب عليك انك تقول عيب. لك عيب عليك تقول. لا عيب عليك انك تقول عيب. لا عيب عليك تقول ما بصدق. عيب عليك ما بصدقه لانه كذاب. انت واحد كذاب ومعلمك كذاب. شريف ليك عيب عليك ليك انت ابني. ليك انت ابني. لا دكتور فايز. انا واحد صبي المخابرات ما بيقول لي هالحكي هذا. انا صبي المخابرات. انا صرنيتي اشرف منك. دكتور فايز. دكتور فايز. معلم معلم. دكتور مصطفى. دكتور بتفاجئ مش هتموتك. لا شباب 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 كسخت عرضك شباب شباب